عاملين ايه؟ يا رب تكونوا حلوين. النهارده هنعمل مع بعض حاجه مختلفه، هنعمل دوده. ايه رايكم في الدوده دي؟ وكمان هنستغلها ان احنا نكتب عليها ايه من الايات اللي حفظناها في درس الاحد. شايفين انا كاتبه ايه؟ فاني انا الرب شفيك، وكمان كاتبه الشاهد بتاع الايه، وفي اخر الدوده هنكتب اسمنا على الدوده بتاعتنا. تمام؟ عايزين عشان نعمل الدوده دي عايزين دوائر مقصوصه، عايزين قلم رصاص ومسطره وسمك وبلاستر والوان وفوم لو موجود، تمام. لو مش موجود هقول لكم نستخدم ايه مكانه، ومقص وكتر واستيكه، وعايزين غلاف كتاب. تمام؟ هنبدا مع بعض نجيب اول دايره قصينها عشان نعمل وش الدوده. هنرسم عين الدوده على شكل دايره على الفوم، وبعد كده هنقصها. كده احنا قصينا عين الدوده، بس انا هستخدم اللون الاصفر اهو مقصوصين معايا، وهنلزقهم على اول دايره. تمام يا صحابي؟ كده احنا عملنا عين الدوده. هنعمل بق الدوده بالقلم الرصاص. هنرسم بق كده، وبعد كده هنفتحه بالكتر عشان ندخل فيه لسان الدوده اللي احنا هنرسمه مع بعض دلوقتي. هنقص اللسان بتاع الدوده مع بعض اهو يا صحابي، كده الشكل ده هيكون لسان الدوده. بعد كده هندخله في المكان اللي احنا فتحناه، هنوسع شويه بالمقص وهنلزق اللسان. تمام؟ اهو يا صحابي، تمام كده. وبعد كده هنرسم حاجب للعين بالقلم الرصاص كده، هو كده. بعد كده هنعمل القرنين بتوع الدوده. لو عندنا زي ده في البيت شريط لي، تمام. لو ما عندناش ممكن نعمل بورق الفوم حاجة زي كده مستطيل ونعمله بدل ده، بس ده هيدي شكل احلى. بس احنا نستخدم الحاجة اللي موجودة في البيت. هعلمكم ازاي نعمله. هنفرده كده، وبعد كده نلفه على قلم ويطلع بالشكل ده معانا. وكمان التانية هنفردها، وبعد كده نلفها ونحاول نخلي القرنين طول بعض، نطولهم وبعد كده نلزقهم. كده احنا لزقنا كويس القرنين بتوع الدوده. تمام يا صحابي؟ وبكده نكون خلصنا وش الدودة، أول دايرة في الدودة. هنكمل مع بعض باقي الدودة. هنجيب تاني دايرة ونسطر، نجيب اللون اللي احنا بنحبه ونسطر الدايرة. وهنسطر ازاي؟
هنسطر بحيث نسيب فراغ في النص عشان نكتب الآية زي ما اتفقنا. تمام يا صحابي؟ بالشكل ده. هنكمل باقي الدواير كلها زي كده، بس هنغير في الألوان. يعني ياريت كل دايرة يكون لون مختلف عشان الدودة تبقى شكلها جميل، وما ننساش الفراغ اللي في النص في الدايرة عشان نكتب ايه الآية. واللي عنده كمان قص ولزق في البيت ممكن نرسم الدواير دي على قص ولزق وتكون كمان ملونة، فمش محتاجة ان احنا نسطرها. هنكتب على طول الآية مع بعض. انا مسطرة باقي الدواير اهو، هنرتبهم مع بعض. ننظم بس الدنيا شوية. اول حاجة وش الدودة، بعد كده هنحط الدواير، كل واحد وبراحته. انا حابة ان الدواير بتاعتي تبقى على شكل موجة، ممكن انتوا تعملوها ستريت تبقى مستقيمة عادي، كل واحد زي ما يحب يا صحابي يعمل الدودة اللي هو عايزها. تمام؟ بعد كده هنجيب الصمغ ونلزق بحيث الدايرة الاولى تكون وش الدودة وبعد كده الدوائر اللي احنا رسمناها. هنطلعهم كده بس شوية بحيث تدي ايه شكل احلى. كده نكون لزقنا الدودة كلها وخلصت. نشوف الآية اللي احنا حفظناها مع بعض في مدارس الأحد ونكتبها على الدودة. تمام يا صحابي؟ أنا هكتب آية فإني أنا الرب شفيك. حروف 15-26، وبعد كده كل واحد يكتب اسمه على الدودة اللي هو عملها. هكتب اسمي في آخر دايرة. وبكده يا صحابي تكون الدودة بتاعتنا خلصت. هستنى كل واحد منكم يعمل الدودة بتاعته ويتصور بيها ويبعت لنا صوركم على صفحة الكنيسة. باي باي.